أنا مبسوطة جداً إنه في برنامج لنا نحن كنساء اسمه بنوت، بيتكلم عن حكاوينا، بيتكلم عن قصصنا، عن تجاربنا في الحياة. أنا ما عندي بكرة، حابسة روحك معي ليه؟ الحاجة دي بتحفز شديد جداً، لأنه إذا واحدة فينا ونحن كلنا أخوات قدرت تنجز. صغيرة كنت بلعب بالتراب، أسئلة صغيرة بقيت بحب التراب في حياتها. أكيد الحاجة دي حتحفزنا إنه نحن نقدر ننجز كمان. التجارب الشخصية دي ممكن تفيدنا بأبعاد إحنا ممكن حتى ما نتصورها سايفة. أنا مبسوطة جداً إنه أنا جزء من البرنامج ده. وحقدر ألهم وحقدر أستلهم من قصصكم، وإذا نحن ما وقفنا مع بعض ما حنقدر نمشي لقدام. فلازم يكون في منصات كثيرة بتحتفي بالمرأة السودانية، بتحتفل بها وبتقويها وبتديها الطاقة اللي هي بتحتاجها، والباقي ده كله بيجي مننا وبيجي من شغفنا وبيجي من إرادتنا إنه نحن نحقق أحلامنا كلها.